مجهود المبذول غير كافي تماما. حسب الاستراتيجية، عدد الممارسين اللي وضعتهم استراتيجية كهدف في حدود سنة 2020، خصنا يكون عندنا 12 مليون ممارس للرياضة. على أساس أنه المنطلق الاستراتيجية المنطلق كان 4 مليون. اليوم ما قدرناش نعرفوا شحال عندنا لأنه ما عندناش نظام ديال الإحصاء، ما بغيتش نقدم شي رقم، رفضت باش نقدم شي رقم. انطلقت من واحد الرقم وجدته في الاستراتيجية 4 مليون ممارسين، الهدف 12 مليون. اليوم ما عندناش نظام ديال الإحصاء باش نعرفوا كم من ممارسة ومن ممارس للرياضة، فما درتش الرقم على أساس أنه نحن مطالبون بوضع واحد النظام يمكنلو يدعينا الإحصائيات. بالنسبة لعدد المجازين لي ليسونسي، المنطلق كان 263,000 على أساس أنه كان كيتوقع الوصول إلى 1 مليون مجاز ليسونسي، هادو رياضيين اللي كيمارسوا الرياضة الاحترافية أو الرياضة داخل الجامعات بشكل احترافي. باش المنطلق 263,000، الوصول 1 مليون و100,000، يلا عندنا 337,000، ما وصلناش حتى النصف خلال 10 سنوات. واش ماشي كلشي مديكلاري؟ لأن الديكلاراسيون فيها لاسيرونس. واش هادشي اللي عطا الله؟ الله أعلم. عدد التجهيزات الرياضية، المنطلق كان داكشي قليل 51، على أساس أنه نوصلو 8,000 تجهيز رياضي، يلا وصلنا 611. البنايات الرياضية من قاعات المغطاة والملاعب إلى غير ذلك، يلا وصلنا 611. عدد المؤطرين الرياضيين، المنطلق 10,000 على أساس باش نوصلو 50,000 في أفق 2020، حتى ما قدرناش نحسبو. يقولون أن هناك تراجع من حيث عدد المؤطرين، هبط لشي 6,723. قبل ما كنشوفو هاد الأرقام يعني كمؤشرات دي غوبير باش نكونينا ناخدو قرارات، واش داك السقف اللي وضعناه كان هو السقف ديال واحد الرغبة، ولا كان السقف خدا بعين الاعتبار الإمكانيات والطاقات ديالنا باش يمكن لينا نوصلو؟ هذا سؤال ما يمكنش نجاوب عليه، أنا كنجاوب على الأرقام بالضبط، لأن الأرقام هي اللي ما كتخضعش لشي تأويل معين. الوضعية حالته هذه، أن الرياضة الجماهيرية كما سماها جلالة الملك نصره الله في الرسالة الملكية ديال الصخيرات، ولا في الرسالة الملكية الموجهة إلى الندوان اللي كانت في إفريقيا ديال أفريقيا في الصخيرات كذلك، الرياضة الجماهيرية وكما ينص على ذلك القانون 3009 هي واحد العامل ديال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. ثانيا، هذا القانون نفس القانون ينص على أن الرياضة مرفق عام وموكول إلى الحكومة بتأطيره ومراقبته. 30/9 الاحترافية أن الجانب